على كل شاب مكتئب، سلام على كل بنت مش عارف شو عم تعمل بالحياة بقى، سلام على كل مين قد ما مضايق لجأ للسيجارة، لجأ للميوزك، لجأ للأكل. أنا شخصياً لجأت للشوكولا. أي بقول لجأت مش عم بلجأ، لأنه بفضل تعالى قدرت أتخطى هذا الشيء. كيف؟ والله بيشهد إنه أنا لا عم بيع دواء للاكتئاب ولا شيء. إشي نفعت علي وبتمنى تنفع مع الجميع. جملتين. الله أكبر، سمع الله لمن حمده. مألوفين لا؟ تكبيرة الأحلام والجملة اللي منقولها لما نقوم من الركوع. شوية تفكر فيهم بس خلصوني من الاكتئاب. فأنا اليوم مثل الفيديو الماضي عم شارك معكم خاطرة وعسى تنفعكم مثل ما نفعتني إن شاء الله. الله أكبر. إذا تأملناها، شو يعني الواحد أول ما يبلش يصلي بيقول الله أكبر؟ أخذتها هيك إنه يا رب قبل ما إجي صلي هلا كنت مضايقة، بس أنا هيانة واقفة بين إيديك عم بقول لك الله أكبر. يعني يا ربي أنت أكبر من أي شيء مضايقني، أنت أكبر من أي طلب مش عم يتحقق أو قهرني، أنت أكبر منه كله، وأنت بعظمتك فيك تحقق لي اللي بدي إياه، وأنا واثقة من هالشيء. الله أكبر، الله أكبر من كل شيء بيزعل، من كل شيء معقول واحد سمن له بدنه. هي هي جمال الله أكبر، أولى من قلبك. سمع الله لمن حمده. لا تلاقي خذلها جنبي. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. يعني يا رب أنت بتستجيب لدعاء، بتسمع وتخلص من الهم كل مين عم يحمدك، فربنا لك الحمد. يا رب أنا هي اللي حمدتك فخلصني من اللي أنا فيه، واستجيب لدعواتي يا رب العالمين. تنزل تسجد بتقول كل شي بقلبك، كل شي بدك اياه بتقوله بسجود. ان شاء الله باذنه تعالى بتحقق. مستغرب انه بتحقق؟ طب خليني اخبرك قصه. قصه انا شخصيا ضايقتني. بتجي فيك بتقلي مارينا زارتني جارتي هذاك النهار، عم تقلي دخلك يا جاره، انا ابني بده يفوت على الدرك وانت بتعرفي وصاي، ظبطي لنا اياها. قام قالت لها بدك واسطه بتنفع؟ قلت لها ايه اكيد. قالت لها طيب استعني مثل ما عم قلك. قالت لها شو؟ قالت لها فوتي توضي صلي ركعتين طلب حاجة وشوف. أما هديك طلعت فيها انه عم بعيني حكي، يعني انه بدك تخلصي مني. قديش بدايق انه صار الانسان عنده اتكال على المخلوق اكثر ما عنده اتكال على الخالق يلي خلق السماوات والارض، حيعجز قدام طلبنا كده؟ واذا ما تحقق خلي ثقتك بالله، احسن نضلنا بالله انه هذا الشيء خير لنا. فتخيل انت خمس مرات بالنهار عندك موعد مع فاطر السماوات والارض لتطلب اللي بدك اياه ليخلصك من الهم اللي انت فيه. هيدا اذا انت بدك تخلص من الاكتئاب عن طريق التفكر، بس بدك طريقه علميه كمان الصلاه هي الحل والطريقه العلميه. كيف؟ كلنا نعرف نفتح جوجل وفينا نقرا شو هي فوائد الصلاه ما بتخلص، ان كان الاعصاب ولا نشاط الدماغ ولا حركه الدم ولا المفاصل. بس نحن هلا بما انه عم نحكي عن الاكتئاب بدنا نعرف كيف، شو الاثبات العلمي لانه الصلاه بتريح الواحد من الاكتئاب. اسمع، كلنا بنعرف انه الدماغ مقسم من كذا جزء. هذا الجزء الادماني اسمه الناصيه، هو الجزء المسؤول عن الشعور وعن الاحاسيس. وكمان بعدين اكتشفوا انه هذا هو الجزء لما الواحد بده يعمل اختبار كشف الكذب عن طريق الناصيه. فهيك نحنا خلال النهار عم نراكم طاقات سلبية ونص لآخر النهار مستويين، خلص بحس الواحد عم ينفجر. بس بالصلاة السرور لازم يكون على مطلق سطح الأرض. سبحان الله، جعل إنه كل شيء طبيعي فينا نسجد عليه هو خزان للطاقة الإيجابية. فنحنا لما نسجد ويصير في هيدا التلامس بين الناصية وهيدا العنصر الطبيعي، نحنا بناخد طاقته الإيجابية وهو بياخد طاقته السلبية. على فكرة مش من شروط الصلاة إنه نحنا نطول بالسجود. سبحان الله، كل ما منطول بالسجود بنكون نحن عم نساهم بهذا التبادل بالطاقة، بنخلص الواحد من الصلاة بشيء هيك بحس هم ونشال. مش صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الواحد إذا طول بسجوده وخلص فضى كل الطاقة السلبية اللي عنده، بيقوم إذا كان في شيء معصب، شيء مضايقه، بده ينتقم من حدا، أي شيء، خلص بطل في طاقة سلبية. شوف شو بدي أعمل، يا إما بيسامحه، يا إما بيلاقي طريقة سلبية، أو على القليلة بحل المشكلة هو واعي على القليل. فتخيلوا أمة محمد، أمه بتصلي خمس مرات بالنهار، بتطوق بسجودها، بتتفكر بالأشياء اللي عم بتقولها. بتكون أمي بتعرف الاكتئاب؟ هذا الشيء بخجلنا صراحة. إن شاء الله يا رب كلنا نخلص من الاكتئاب، واليابان لما يكون شخص محبط أو مكتئب بينزل بيسجد،
لما يكون شخص مضايق بيعبد شجرة، لايك عن جد بيعبد شجرة كرمال ياخد منها الطاقة. بتعرفوا من بعدنا الواحد يتأمل بالصلاة بيفهم شو يعني هي الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. بكل بساطة يعني الله منه بحاجة لا لصلاتي ولا لصلاة أي حدا، منه بحاجة لأي حدا يعمل. فإذا طلب منا شيء ولمصلحتنا، مصلحتنا بالدنيا وبالآخرة يا رب. يعني الصلاة هي أول شيء نسأل عنه يوم القيامة، هو أكتر شيء بريحنا بالدنيا. قديش هذا دليل على رحمة رب العالمين وعلى حكمته. بعد إلكن عين تكتئبوا، وهذا دليل كمان على أن الرسول الأكرم لما قال أرحنا بها يا بلال بالفعل كان عم يرتاح. عزيزي المكتئب، بدك تخلص من هذا الاكتئاب، فوت صلي، فوت صلي وتفكر باللي عم تقوله وتذكر انت من ايدين مين واقف. قله الله اكبر، قله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وطول بالسجود عشان تفضي كل طاقتك النيجاتيف. وبحب اشكر كل مين دعمني بالفيديو الماضي، يعني الله بيشهد انا ما كنت متوقع على الدعم، بس الحمد لله والله يا رب يقدرنا جميعا على العمل الصالح. تذكرونا بالدعاء انتوا عم تصلوا يا